سوف ننتقل لسؤال ثاني الان، بس ارجو ان الاجابه تكون عليه شفافه، لسبب انه التاليف الجماعي للاسف في العالم العربي ضعيف جدا وفي عقبات جدا كاداء، على عكس النموذج الغربي. الان تاثير الكتب الاجنبيه، عدد المؤلفين فيها 27، عدد المؤلفين فيها 52، عدد المؤلفين فيها 36، فتستغرب. وكل الكتاب كله 300 صفحه، 320 صفحه، معناته كل واحد كتب 8 صفحات. كيف تتم هذه الاداره؟ وكيف تتم عمليات البروسيس الخاصه بهذه المؤلفين، بهؤلاء المؤلفين وبهذا العدد، وبعدين تعملها تحرير؟ هي حقيقه تحدي. في العالم العربي التجارب الحقيقه ضعيفه جدا ومشاكلها كثيره. نتمنى نسمع منكم عن تجربه العمل في التاليف التشاركي. تقييمكم للتجربه، رايكم فيها، هل هي مجديه؟ هل هي اوفر بالوقت؟ هل هي تثري الكتاب ولا احسن؟ هو انا حاول باختصار، جمعنا الهام حلو شخصي جدا، جمعني مع الدكتور ده، لا انا كنت مقدم له المساعده على اساس ان هو يقيم لي دي كمدير، وطبعا عرضت الكتاب على اكثر من مدير تنفيذي قبل ما اكتب. ف يكلمني بيقول لي انت الكتاب كاتبينه ليه؟ قلت له انا عايز اعمل في الفرصه زي ما حصل في الجوده. يعني الجوده كانت شيء عشوائي الاول الى ان اسس اللي هو دبليو ادواردز ديمينج وجوزيف جولان، الاثنين دول اسسوا كانوا البناءين، اسسوا لاداره الجوده واخترعوا مقاييس وادوات وطرق بيها تحولت الجوده الى قدره استراتيجيه لا يخلو منها مكان للعمل. فانا ده كان حلمي ان انا اعمل في الفرصه زي ما عمل الاثنين دول في الجامعه. الفرصه بدل ما تبقى شيء انتهازي عشوائي، لا ممكن تتحول الى بروسس واداره زي اداره الجوده بالظبط. ده حلم. انا لما اطلقت هذا الحلم لقيت على اللينك حصل، التواصل حصل، تواصل روحي يعني. جميل. لقيت ده جمعنا ببعض. قال لي طب نتشارك الحلم ونتشارك الكتاب. جميل. يعني هي كانت شراكه في حلم، في رؤيه الاول. جميل. ولو كلمة قالها لي، قال لي شركتنا لا توجد بها، دايما نسمع منك لا توجد طريقه متبعه في شركتنا لتعهد فرصه من الفكره الى ان تتحول الى استثمار. ما فيش حاجه كده برنامج طاوله استثمار حتى. بالضبط. بتذكر انك تناقشنا اياه كثيرا في هذا الموضوع وقلنا انه ما في، لكن كيف ترون التجربه دي؟ كيف ترون تجربه التاليف التشارك؟ ايجابيات وسلبيات. يعني عوده الى التجربه المشتركه، كان الاخ محمد عنده لما بدا المسوده، هو بادي المسوده. انا رايت المسوده وقتها كان ثقيله، كان ممكن تطويرها بشكل كبير خصوصا بالخبره العمليه اللي عندي، وايضا نظرا الى خبرتنا المشتركه سويا قبل سنوات طويله. فاعطيته بعض الافكار، فطلب مني اني ادخل معه بشكل اكبر، ليس فقط افكار، ادخل معه ايضا كمؤلف مشترك. فبدانا من المسوده اللي كانت عنده، توسعنا في قائمة المحتويات، قسمنا العمل في الفصول إلى فصول يقوم بها الأخ محمد وفصول أقوم أنا بها. طبعا بحكم الأخ محمد وكونه خبرته أكبر في الكتابة، وأيضا أنا انشغالي بشكل أكبر في مهامي كرئيس تنفيذي، فبشكل مصرف وقت أطول في الموضوع، ولكن أنا كان هو أخذ دور الانتجريتور او الذي يعمل التكامل. هو كان مسؤول عن النص كامله ككل، وانا كنت الف بعض الاجزاء اعطيها له يدخلها من ضمن النص. جميل. وكنت ايضا انا المراجعه علي، كل نسخه او كل مسوده كانت تجيني للمراجعه، ونتفق مره ثانيه على اعاده الكتابه او مثال لهذا العمل جدا معنا الاستاذ عسل. لما انا جينا في القسم الثالث نكتب دراسه الحاله، التاديب الكامل كان عمل كامل للدكتور. فانا قلت له خلاص هنوثق، عايز بيانات شركه بجنيت، خلاص اكتب بيانات شركه بجنيت، ادي بيانات موثقه. قال لي لا، دراسه حاله مطوله، يعني انا عايز قصه بجنيت.
القصة بتاعت ستوري للقارئ مثلا بدأ ازاي الأستاذ أسعد في حياته خلفياته عمل دخل في المجال ده ازاي عمل شركته اللي هي شركة مصنفة من الشركات الأساسية السعودية هنا في مجال المحاسبة والمراجعة وهكذا. فدي كانت قصة ان احنا اضطرينا ان نحكي قصة وبعدين لما نيجي بنقدم للقارئ وثائق حصلت فعلا في الشركة منها مثلا تقرير تقييم فرصة عملناه في لقاء مع الأستاذ أسعد مع منصتنا تقييم فرصة بقى فين في مكتب محاسبة ومراجعة يعني 100 الفرصة كانت واخدة 86 درجة حتى ممكن يشارك ممكن لكن برضه ما دخلنا في الدين دخلنا في العمق كيف تقيمون تجربة التأليف التشارك يعني ممكن تخوضون التجربة مرة ثانية مع أشخاص آخرين يعتمد إذا كان أظن لازم يكون هناك حلم مشترك لازم يكون فيه اتفاق مشترك أيضا لازم يكون الطرفين بينهم تلاقي في طريقة العمل في الفكر وأيضا طريقة العمل دوائر متقاطعة نعم أنا عملت تأليف مشترك في أوراق علمية وليس في كتب جميل. مع آخرين وكان فيها صعوبة لما يكون الطرف الآخر سواء كان لا يلتزم في جزء من العمل أو يكون حرفي جدا يقول هذا شغلك وهذا شغلي أو أنه غير مهتم بالمتحمس وهذه تعيق العمل ما في شك تعيق جدا فلازم يكون الطرفين كلاهما مهتمين بنجاح العمل وكلاهما مهتم لدرجة إنه ما حيوقف ولا هذا شغلي وهذا شغلك ووقف هنا ووقف هنا. هذا لا تنفع في التأليف. في رأيي أنا الشخصي. أيوة حنا نحتاج رأيك لأن الناس تسمعنا الآن. أو على الأقل من خبرتنا. إن اللي نجحنا في هذا الموضوع إنك نحنا اثنين مطلقين اثنين متحمسين. ونقوم في نفس السرب يعني كلكم ماشيين في اتجاه واحد. في فترة من الفترات أنا كنت منشغل جدا. أخ محمد أنا الآن لا أستطيع أن أفعل أي شيء. جميل. كفل بي كل شيء. بعد جاءت وقت آخر صار عندي فراغ بس أعطيني الآن النص الآن أنا راجل جميل فبالتالي أخذ الحمل في وقت أنا لم أستطع أن أخذه ولكن رجعت مرة أخرى واستكملت والحمد لله يعني استطعنا إنه نلتزم بالموعد النهائي يعني معناته إنك كان يفهم من كلامك إنه التأليف التشاركي أو التأليف الجماعي يحتاج إلى تقديم تنازلات مو تنازلات بمعنى العام لا اللي هو تقدير الظروف وحماس من الطرفين. وتلاقي في الرؤية زي ما تفضلت أنت أن نكون الجميع متفقين على حتى وجهة الكتاب إذا مشكلة أخرى تجدها وجدتها في خبرة أخرى إنه يعني واحد يسير العمل بطريقة والثاني يسير ما اتفقوا على ما هي على منهجية واحدة في التأليف ليست منهجية وحتى فكرة في الكتاب الفكرة نفسها قد يكون سهل علينا المهمة إنه هي الفكرة الأساسية هذه قد عملنا نحن سبقا عملنا عليها قبل فترة طويلة وأيضا سبق أن تحدثنا عنها كثير يعني معناته أنكم تؤيدون التجربة أي التجربة في ضمن الشروط اللي تفضلت فيها في جانب مهم كتب الأعمال بالذات أو الإنسانيات أنا أفضل فيها التأليف الجماعي إنما الكتب الأدبية رواية شعر قصة ممكن واحد واحد جميل إنما كتب الأعمال وكتب السياسة ومو معقدة أكبر من واحد يستوعب بالظبط وحتى مش عايز أقول ظلم للقارئ إن هو يبقى أسير وجه رأيه. مؤلف واحد في كتابة في السياسة كلام جميل أو في الأعمال كلام جميل دكتور إنما في الأدب ممكن هارفارد بزنس ريفيو الآن عندهم ملخصات أينا. وعندهم أيضا كتب إحنا نترجم معظم كتبهم يعني فكرتهم الحقيقة أنا أقول من تجارب الرائدة يجون لمشكلة معينة مثلاً تغيب الموظف يكتبون كتاب في تغيب الموظف لكن من وجهة نظر 15 مدير تنفيذي كل مدير يكتب صفحتين ونص فقط لا غير فأنت كقارئ لما تجي تستعرض الفكرة تستعرض الكتاب تلقى عندك 15 رأي و15 فكرة و15 مودلز ممكن ما يعجبك رأي الدكتور محمد شلبي لكن بيعجبك رأي الدكتور بدري ممكن ما يعجبك رأي الدكتور بدري بيعجبك رأي الدكتور أسعد فتختار أنت من هذه الحديقة ما ترى أنه يناسب التطبيق العملي ولكن عندي تعليق يعني على فكرة محمد على مسألة الكتاب أنت يفترض في كتاب أعمال تكون المنهج اللي ذكرته أنت لهارفارد بزنس ريفيو شوية مختلف ولكن الكتب مثل هالكتاب أنت كقارئ
يفترض تخلص من فكره محوريه واحده. جميل. فكره محوريه. محوريه واحده يشتغل عليها. جميل. الكتاب يفترض ان يكون في وحده موضوع، يفترض. أي. فبالتالي يجب ان يكون المؤلفين المشتركين او المؤلفين او متفقين على نفس الفكره نفسها يشتغلون عليها. يعني صعب انك تاخذ كتاب انه يكون فيه فكره وعكسها يعني. طيب شو السؤال؟ شو السؤال؟ بعد ما خلصت العمل سؤال قبل العمل. اي تفضل. هل كان في عقد بينكم؟ لا هذا تصحون لكم في عقد ولا ما تصحون؟ يرجع مره ثانيه الى مدى الاريحيه انا ونحن. نحن الان نقدم تقدمون نصائح انتم للمستمع. هل تنصحون بان يكون في عقد بالتالف التشاركي قبل ولا ما يحتاج تعتمد على الثقه والعلاقات الشخصيه؟ والود. انا اتوقع وانا طبعا شغلي كرئيس تنفيذي واعمل عقود وعروض وما ادخل اي صفقه الا بوجود عقد، ولكن وجهه نظر شخصيه انه لو احتجت عقد عشان تؤلف كتاب مشترك فهذه محكوم عليها اذا ما كان في ثقه، مستوى من الثقه اكبر من انك يعني تحتاج ان يكون في عقد، قد يكون من الصعب انك تدخل معاه في مشروع مشترك في التأليف. يعني معاد لو خطوا التجربه مره ثانيه حتمارسونها بنفس الطريقه. صحيح. جميل وترون انها مناسبه. يعني انا حتى فوضت الاخ محمد بالتعاقد نيابه معنا جميعا. جميل صح. والتفاوض مع الناشرين. لكن عايز يعمل حساب بنكي واحد. يقول لي حسابك حول انت. لا لا شكله خطط على مشروع. حول المشروع. احنا نستعرض الافكار هذه لان هذه من ضمن الاشياء اللي تمر علينا في الشغل كثير. احنا بحكم انكم انتم عندكم التجربه الان حاضره وحيه فنحن نسالكم احياء لهذه التجربه وايضا نقلها للمشاهد. طيب السؤال اللي استوقفني الحقيقه الفصل الثالث من الكتاب اللي هي مصادر الفرص. مصادر الفرص العشره. ممكن تستعرضونها لنا بشكل سريع، وش مصادر الفرص؟ احنا ناس مساكين على قدنا ما نعرف الفرص، انكم تساعدونا فيها. اولا ده خطوه جيد يحملوا الكتاب للعاملين في القطاعات العديده. ان في 10 مصادر للفرص، ده كفايه 2 3، انما الجديد ان احنا وصلنا في 2015 الى 10 مصادر للفرص. بعد ما كان الاول 5 6 7. واتقسموا مصادر الفرص دي داخل قطاع مجال التخصص وخارج بيئه العمل، مجالات اللي هي الجنرال اللي هي بعيده عن عامه، بعيده عن مجال العمل التخصصي. يعني تعمل في القطاع التأميني داخل القطاع التأميني، ممكن في قطاع اخر، ممكن في الرياضه، ممكن في السياسه، ممكن في الماليات، ممكن تلاقي فرص ليك انت في قطاع التأمين. ممكن. فدي لما جينا لمصادر الفرص ده دي القوه لاداره الفرص. ليه؟ دي بتدي سبب. ليه؟ انت عندك 10 مصادر الفرص، 5 داخل بيئه العمل، 5 خارج بيئه العمل. هذه مثال مصادر مثلا خارج بيئه العمل. التكنولوجيات الجديده المستجده. عينك على التقنيه على طول، لان التقنيه ممكن تغير في خدمه العملاء عندك في اي مجال. تغير تماما حتى تزعج حتى تديك فرصه للتنافسيه عاليه جدا. التقنيه ممكن تغير